بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الشبح للمعلوميات. درسنا لهذا اليوم هو عبارة عن طريقة إعادة استثمار أرباح موقع إيبوت. طبعا موقع إيبوت قد قمنا بشرحه شرحا كاملا وتكلمنا عن في فيديو، فمن أراد فليراجع، وسوف نضع ذلك إن شاء الله أسفل الفيديو. ما يهمنا الآن هو طريقة إعادة استثمار الأرباح. في البداية نأتي إلى هنا هذا المثلث الصغير، ثم نأتي إلى هذا الخيار، عند ذلك تنزل إلى الأسفل. بإمكانك أيضا أن تضغط هنا إذا لا تريد أن تختار من هنا، وأنت موجود هنا في الصفحة الرئيسية تضغط فقط على هذا الخيار وسوف يأتي لك، فالنتيجة واحدة. على العموم هنا تختار أين أنت تعدل. طبعا أنا أعدل على البيتكوين، يعني أرباحي موجودة وين؟ في البيتكوين. طيب الآن سوف يخرج لي الأرباح الموجودة لدي. الآن أنا سوف أضعها في كلاود مايننج، طبعا اللي هي SHA 256 خمس سنوات. سوف أختار هذا الخيار كما ترون، Cloud SHA 256 4.05 years تأجير. طبعا يعني في الجيجا هاش. أنا الآن أعيد استثمار أرباح البيتكوين التي ربحتها في الجيجا هاش. لماذا؟ حتى تزيد الجيجا هاش. ما الفائدة؟ تزيد من سرعة التعدين. طبعا ما سوف أربح عنه مقابل هذا المبلغ هذا ما سوف أربحه من الجيجا هاش تضاف هنا. أنا لدي الآن 200 جيجا هاش، لو قمت بشراء بإعادة استثمارها سوف تصبح إذا 206 فاصلة، هذه 5 نضيف عليها 2 7 على العموم إلى آخر الأرقام. هذا ما سوف أحصل عليه. طيب حتى أعيد استثمارها أضغط فقط هنا ضغطة واحدة، تنبثق لي الرسالة، أضغط على نعم. أنا طبعا لا أريد أن أعمل هذه العملية الآن، فقط أشرحها لكم. سوف أعملها أنا إن شاء الله فيما بعد، لكن أنا منتظر إلى حين أن أصل إلى الحد الأدنى للسحب حتى أقوم بإثبات السحب من هذا الموقع إن شاء الله. طيب فقط هذه هي طريقة إعادة استثمار الأرباح في موقع إيبوت. كان هذا كل شيء. لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديد الدروس، وعمل لايك للفيديو وتعليق وضع تعليق على هذا الفيديو، تفعيل زر الجرس، و مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة على الجميع. وفي أمان الله في دروس قادمة إن شاء الله.